ثلث العائلات التونسية متدينة، رقم تقريبي حسب دراسة للوضع المالي التونسي لخبراء الاقتصاد، نسبة قاربت 800 ألف أسرة، أي ما يعادل 30.7% من مجمل العائلات التونسية. غارقون في الديون، الكلمة المفتاح التي أصحت على لسان التونسي عند الحديث عن الاستهلاك والنقود. أما آخر الإحصائيات وحسب عدد من خبراء الاقتصاد فإنها تشير إلى أن قرابة ثلث العائلات التونسية متداينة. تونسي غارق في الديون اليوم، في الوضع اللي في البلاد، في الناس ما عادش تحب تخلص، كسوا مع البنوك، كسوا حتى قروض في بعضها العباد. العملية عديت راهو الغرقان. أنا ماخذة زوز قروض. أنت شنو القروض؟ والله باش توسع على السكن وتحسين مستوى العيش. الواحد يحب يعيش أكثر من الموين دوبور نتاعو، وهذه أكبر مشكلة تعيش فيها التونسي. السلفة أو الاقتراض بهدف مواصلة تأمين الاحتياجات العادية اليومية أو تحسين ظروف العيش، جعلت حوالي 800 ألف أسرة تونسية تلتجئ للتداين، أي ما يقارب 30.7% من مجمل الأسر التونسية. الإحصائية اللي نرتكز عليها تأكد وأنه 4 مستهلكين من بين 10 لهم سلوك استهلاكي غير مدروس واعتباطي. كذلك أسباب هذه المديونية مختلفة ومتنوعة. السبب الرئيسي هو تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وارتفاع الأسعار. بالنسبة للست أشهر ل 2013 يعني فما نقص، فما القروض هي وصلت ل 15374، يعني مقابل في نفس الفترة من السنة الفارطة 14030، يعني كانت فما زيادة بالفين في سنة 2012، وفي الستة شهور هذه يعني 760. ثلث العائلات التونسية أصبحت في وضع متاع التدين المشط، وطبعا التدين المشط هو يهدد استقرار العائلة وأيضا يهدد استقرار المجتمع ككل، الاقتصاد الكل والمجتمع يبدأ في الدخول في نوع من الدوامة المخيفة والتي لابد من الخروج منها بأسرع الأوقات، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة إلا بإخراج البلاد من الوضع السياسي الصعب. استقرار سياسي، ذلك ما تتطلبه المرحلة الحالية للخروج بالتونسي من دائرة الديون، هكذا يقول الخبراء.